أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على مامين. إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدم لكم من أسهل المواقع للربح من الإنترنت. تقدر تسحب فوزة باير بحد أنه بسيط جدا واللي هو 2 سنت. اشترك في القناة، تفعيل الجرس بصوركم كل جديد يخص العمل والربح من الإنترنت قناة على مامين. واللي عنده أي سؤال وأي استفسار يجب متواصل معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، رابط تلقاوه في صندوق الوصف. لكن قبل ما نتوجه للموقع الجديد اللي باش نشرحوه في هذا الفيديو، بتسوي زيارة موقعنا الربحي مامين إيرن لربح فوزة باير وباينانس، رابط تلقاوه في صندوق الوصف. نتوجه الآن إلى الموقع الجديد اللي باش حط عليه في القناة واللي هو موقع روتن فوست، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت. بعد ما توصلوا لهذه الواجهة، كما قاعد تلاحظوا 12,000 شخص مسجل في هذا الموقع. هذوما الفوست اللي تم فتحهم وهذه الأرباح وهذه الزيارات وغيره. احنا نضغط على كلمة سينياب لكي نقوم بإنشاء حساب جديد. في هذا المكان تكتب اليوزر نيم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، عاد كتابة كلمة المرور. في هذا المكان تختار ذكر أم أنثى، البلد، تكمل الكابتشا، توافق على الشروط وتضغط على ريجستر. كان طلب منك تفعيل حساب، فعل حسابك عبر البريد الإلكتروني. لم يطلب منك ذلك، تدخل إلى حسابك مباشرة بالضغط على كلمة لوجين. وهذا حسابي في الموقع شباب. أول شيء نشوفه الحد الأدنى للسحب، نضغط على كلمة withdraw. تقدر تسحب عبر الفوزة باي وإلا الباير. نشوف الفوزة باي، الحد الأدنى هو 200 كوين من قيمتهم 2 سنت، هذا هو الحد الأدنى للسحب. وهذه كل العملات تقدر تسحب من خلالها، يمكن نسحبه عبر عملة اليو اس دي تي. وبالنسبة للسحب عبر الباير نشوفهم بعضنا الآن. الحد الأدنى للسحب نفس الشيء اللي هو 200 كوين ما يعادل 2 سنت من الدولار، لكن هنالك اقتطاعات. يعني المستحسن انك تسحب فوزة باي اذا ستسحب مبلغ صغير. نشوفوا الان طرق الربح. نجمع ال 200 كوين ونسحبهم ان شاء الله في نهاية الفيديو. هذه الفوزة هي طريقة التحويل من التوكن الى الكوين، تو نشوفوها بعد قليل، ولا خلينا نشوفوها الان. نضغط على مانيوال كلين. هناك الاوتو كليم بطريقه مختلفه انك تحول عملاتك. نشوفوا البالانس كما قاعدين تلاحظوا، نعمل ماكس ونكمل الكابتشا، ولا حتى نختار الكابتشا، هذه اسهل بطريقه اوتوماتيكيه. كما قاعدين نشوفوا في رصيدنا كان 33.9 كوين، نضغط على كليم. الان اصبحوا تقريب 56 كوين. هذه الطريقه شباب كيف نجمع التوكن. هذوما الطرق التي يمكن أن تجمع من خلالها توكن. نضغط على أوفر، هنالك شركة عروض من بينهم بيتكو تاسك والمونوليكس وكذلك كيوي وول. البيتكو تاسك هي أفضل شيء. نضغط على بيتكو تاسك، نشوفو نكمل الكابتشا. هنالك العديد والعديد من طرق الربح، عندك البي تي سي، الأوفر، المور أوفر، الفوست والعديد من الطرق. نضغط على مور أوفر باش نلقاو التيمول. نضغط على تيمول، هنالك مشاهدة الإعلانات، إكمال عروض، إكمال مهام والعديد من هذه الأشياء. في رصيدي 220 نقطة. نضغط على كليكس واللي أسهل شيء إنك تشاهد إعلانات. نضغط على كلمة فيو، سيفتح لنا نافذة أخرى، ننتظر الإعلان ونتحصل على النقاط. كما قاعد تلاحظوا شباب اصبحوا في رصيدنا 134 نقطة. هنالك الربح من السيرفي والتاسك والاوفر، هذوما تقدروا تشاهدوهم وفيهم ربح جيد. بالنسبة للتاسك انك تسجل في مواقع، تحمل تطبيقات، وهذه النقاط لا يكون تحصل من خلالها. تشترك في قناتهم على التليجرام. بالنسبة للتيمول نقاط عديدة، تضغط على فيو تكمل المهمة وتحصل على ارباح جيدة وجيدة جدا. خلينا نحاولوا احنا النقاط اللي عندنا في هذا المكان، نشوفوا مع بعضنا الان كيف سنسحب الارباح. ما عليك الا تضغط على هذا المكان وتبحث على كلمة withdraw. نضغط على كلمة withdraw. عندما تصل الى 100 نقطة في تيمول يمكن ان تحولهم. نضغط على withdraw، تم السحب وصلوا لنا توكن في هذا المكان. نعمل تحديث للصفحة،
ننتظر قليلا، مع فترة قليلة تنتظر وتوصلك الأرباح. الأرباح لا تصل مباشرة إلى الموقع روتين فوست، توصل إلى هذا المكان. شاهدت هذه الإعلانات كذلك تقدر تشاهدو في هذا المكان، بي تي سي فوست، هناك عدد من الأشياء، كذلك المونوليكس يمكن أن تربح من خلالها. خلينا نعمل المبلغ اللي هو 389 ونضغط على هذا المكان حتى تصلنا إلى الموقع. تمت العمل من الجهة، نعمل تحديث للصفحة. الربح عندك الريديم كوبون، نضغط عليها. نضغط على التليجرام شانل، هنالك في قناتهم على التليجرام كوبونات، نضغط على التليجرام الخاصة بهم، فيو ان تليجرام. كما قاعد تشاهدوا شباب هذا الكود ننسخه، إذا حسب ما يقولوا 200 توكن. نرجع إلى الموقع ونخليه هذا الكوبون في هذا المكان، نضغط على سبميت. تمت العملية بنجاح وتحصلنا على 200 توكن، لكن على ما أظن لعدد محدود. كما قاعد تلاحظوا أصبحوا 200 توكن موجودين في حسابنا. عندنا الفيزيت شورت لينك، انك تجاوز رابط مختصرة، العديد والعديد من رابط مختصرة. انا منذ قليل جاوزت رابط XAU، هنالك هذا الرابط كذلك سهل، نضغط على فيزيت نجاوزوه مع بعضنا. تضغط على كليك هير، ستفتح نافذة بطبيعة الحال، ننتظر قليلا، تنتظر 15 ثانية. هناك العديد من الروابط المختصرة التي يمكن أن تتجاوزها يوميا. كما قاعدين تلاحظوا حاول أنك تبحث على الروابط المختصرة السهلة، تضغط على فيزيت، تتجاوز الرابط وتتحصل على أرباح مثل هذا الرابط اللي أنا تجاوزته منذ قليل واللي هو FCLC. تشوفوا طرق أخرى للربح، واللي هي عندك الفيو أدز، أنك تشاهد إعلانات. هناك الآن 6 إعلانات، تضغط على كلمة فيزيت، تنتظر 15 ثانية في الإعلان وتتحصل على أرباح، منك تتعرف على مواقع جديدة ومنك تتحصل على توكن، بعد ذلك تحولهم إلى عملات رقمية وإلى رصيد على الباير. كما قد تلاحظوا انتهى الوقت، فقط أنك تكمل الكابتشا بالشكل الصحيح ويقول لك الصورة الأقل وجود واللي هي هذه. تمت العملية بنجاح، نشاهد كل هذه الإعلانات ونشاركم. هناك طريقة أخرى واللي هي البونس رول، نضغط عليها. أنت وحظك، كان الرقم من 1 إلى 59999 ستحصل على 25 توكن، إذا الرقم بين هذا الرقم وهذا الرقم ستحصل على 200 توكن، أنت وحظك. نضغط على رول أند وين وتحصلنا على 25 توكن. الطريقة هذه كل نصف ساعة تقدر تنجزها. كما قاعدين نشاهدوا شوفوا الطريقة التي تليها، عندك الجوبس، انك تعمل مهمة داخل الموقع، اي شخص ينجزها تعطي ارباح، وانت في المقابل تاخو نسبة من الارباح انت تحطها بطبيعة الحال. هذه طريقة للناس اللي عندها اموال، والا معناتها تريد ناس يسجلوا من خلالها. نشوفوا التاسك، هنالك مهام تعملوا لهم تقييم جيد على التراست بيلوت، تتحصل على 200 كوين اللي هم 2 سنت. في هذا المكان تعمل بروموشن الى منتدى، على منتدى تتحصل على 10 سنت، هذه نصف دولار اذا عندك مدونة تكتب عليها مقالة على الموقع. وكذلك كان عندك قناة على اليوتيوب تتحصل على نفس الشيء نصف دولار تقريبا 50 سنت. هذوما الاشياء تقدر تقوم بها وتتحصل على ارباح، ان شاء الله مش نجربهم انا هذوما. نفس الشيء هنالك الواتش فيديو، لا يوجد اي فيديو، نضغط على كلمة achievement. انت وعملك في الموقع اذا وصلت الى هذه المستويات ستتحصل على هذه الارباح. هذا عملي في الموقع كما قد تلاحظوا، فوز 6 مرات، شورت لينك 3 مرات، والاوفر وول 11 ليت. الجيمز هذوما ننصحش بهم، عندك رابط الاحالة، نضغط على affiliate، هذا رابط الإحالة، تنسخ وتراجع على أوسع نطاق. أي شخص سجل من خلالك واشتغل الموقع أنت تأخذ 10% من قيمة الأرباح.
وهنالك شيء مهم ومهم جدا، واللي هي الكونتست. نشوف مع بعضنا الريفرال كونتست، مسابقات أسبوعية بقيمة الوقت 4 أيام و10 ساعات عند تسجيلي لهذا الفيديو. شخص اللي يربح يتحصل على تقريبا $5، $5، 2.5، $1، هذوما الأرباح الممكنة شباب. وهذه شروط الإحالة النشطة على ما أظن 2 مرات فوزت به. كذلك هنالك مسابقات الشورت لينك ومسابقات الأوفر بول ال 213 كوين في وقت وجيز. ملاحظة مهمة، الروابط المختصرة اللي موجودة في هذا الموقع سهلة وسهلة جدا، في أقل من دقيقة تتجاوز الروابط المختصرة وتتحصل على الأرباح. يمكن نضيف هذوما المواقع لاختصار الروابط، نضيفهم في موقعنا مامين إيرن إن شاء الله، ونعمل مسابقات إن شاء الله لأكثر شخص عمل وتجاوز هذه الروابط. خلينا نسحبه الآن، نضغط على كلمة ويثرو، نختاره فوست باي، نختاره USDT. وين اليو اس دي تي موجودة؟ ننزل إلى الأسفل، تيذر تيرسي 20، نخليه المبلغ اللي هو 213 كوين، ونضغط على كلمة ويثرو. يقول لك بليز ما عليك إلا تخلي البريد الإلكتروني اللي أنت مسجل به في الفوست باي. نضغط على ويثرو سيتنج. ثلاثة شباب تمت العملية بنجاح وأرسلوا لنا 2 سنت بعملة اليو اس دي تي. نتوجهوا للفوست باي كما قاعدين تلاحظوا، روتين فوست، وهذا المبلغ نورمال بايمنت، سحب فوري ومباشر من اسهل المواقع. صحيح ماهوش ربح كبير، لكن موقع سهل ويدفع باير فوست باي. وهنالك مهام، وكان نركزوا على الاوفر بول ونركزوا على المهام الموجوده في الموقع، يمكن نربحوا ارقام اكثر من ذلك. نلتقي ان شاء الله في مواقع اخرى ومجال جديده للعمل وربح من انترنت قناه على ممين. الله يوفق الجميع والى اللقاء.